الى كل ام مصريه وعربيه، جبت لكم الحاجه اللي انتوا هتربي بيها الاطفال الصغيرين، الأباب. طب انا هقول لك على حاجه، انا هجرب كده اهو اهو مال اهو 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 اهو. انت عايز تعمل خير، هتجيب الاباقيب وتخش على اي مسجد وتعملهم بقى ثواب جاري على اي حد. عايز أباب؟ أباب اهو، والله جايب لك اباقيب اهو، اقسم بالله. الناس المحترمين، الناس المحترمين، اي صناعات عايزينها تعالوا هنا حبيبي يا حاج. احنا جينا هنا عند مسجد الصالح طلائع عشان خاطر نحط الاباقيب، لان المسجد هنا قافل، فلو كده هنخش من ورا ونشوف الميضه. انت ازاي سيادتك؟ ربنا يقبل بخاطرك، ربنا يخليك ويشفيك شر المرض. ربنا يخليك يا بابا، انت وجميع حبايبك، حبايبك كتير يا واد. انت دي ربنا يخليك. ايه هيصه كبيره، ده شرف لينا والله. صل على النبي، صل على سلم. بص، الدنيا فيها خير وفي نفس الوقت بعيد عنك بيلبسوها اصحاب الشر، واخد بالك؟ بقى في نخبه كبيره جدا من النصابين، انا اتنصب عليا وربنا يحرق قلب اللي نصب عليا. ليه بيساقوا بولاده؟ معلش يا حاج، اللهم اهلك الظالمين بظالمين، ربنا واخرجنا من بينهم امنين سالمين يا رب العالمين. ربنا يخليك يا حاج. ازيك يا حاج؟ ده انا زدني شرف. ربنا يخليك، ربنا يخليك حبيبي يا باشا، حبيبي حبيبي، ربنا يخليك. كل الناس بتاكل، الراجل هناك اهو بيفرق، اللهم بارك. وكل الناس بتيجي هنا يوم الجمعه بفضل الله وبتاكل وبتتغدى وبتتعشى كمان لو عايز هنا في الدرب الاحمر. ربنا يديك الصحه. ازيك؟ هات ايدك وخدها عشان داخل بالحاجه دي، معلش انا اسف. ازاي حضرتك؟ احلى طعميه واحلى كل حاجه حلوه وجميله. هتيجي يوم الجمعه تصلي وبفضل الله على طول هتاكل طعميه وجبنه وكل حاجه هنا في الخياميه. حبيبي يا حاج، السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ السلام عليكم يا حاج. حبيبي يا حاج، حبيبي يا حاج، فين المسجد؟ هنحط الاباقيب فين؟ اللي عايز يعمل خير ما يفكرش يجي يعمل خير ويشتري الحاجات دي ويخش على اي مسجد، ومن عند الراجل ده كمان يشتري حاجات حلوه. حبيبي يا حاج، ازيك يا حاج؟ ربنا يديك الصحه. حبيبي يا حاج، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك يا حبيبي، احسن اكل حبيبي، ربنا يديك الصحه. حبيبي يا حاج، ازيك يا امي؟ الله يعينك، ربنا يخليكي، ربنا يديك الصحه، اللهم بارك. كل الناس اهي. ازيك يا حاج؟ لا جايب اباقيب. تاخدوا اباقيب؟ السلام عليكم يا حاج. ازيك يا حاج؟ ازيك يا حاج؟ ايه الطربوش الصغنطر ده؟ حبيبتي حبيبتي، احلى قصه حب روميو وجولييت هنا في الدرب الاحمر. تعالى بقى نخش بقى نودي الاباقيب في المسجد. انا جايب الاباقيب عشان خاطر اخش المسجد جوه. افتح يا حاج، افتح افتح وصلي بينا على النبي. اللهم صل على النبي. خش هنا نحطهم، اللهم بارك. بص المسجد الصالح الطلائع، اللهم بارك. احنا جبنا الاباقيب من عند عم عبد العظيم عشان خاطر ننزلها ونحطها هنا اهي. اللي عايز يعمل خير هيلاقيه، اللهم بارك. نرص هنا اهو، ادي الاباب اهو، رص كده ها، ونفتح كده اهو، اهو من الاثنين مع بعض. وادي الاباقيب، خد يا عم الحاج استلم مني، انا بسلمك الاباقيب اهي احسن حد ياخدهم. ادي ادي الاباقيب اهي، اللهم بارك. ربنا يبارك لك يا حاج، صلى على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الناس خليها تيجي هنا تصلي وتتوضى وتكون مبسوطه، كله يعمل خير. انا عايزك تعمل خير، كل الناس تعمل خير بفضل الله ونعمه بالله، ونعمه بالله. اللهم بارك، اللهم بارك اهو. ربنا يجعله في دخل ثلاثه ان شاء الله. ربنا يديك الصحه يا حاج. امين يا حاج عدنان، ربنا يبارك لك. ادي الدنيا انت والله، ربنا يخليك يا حاج. الله، انا بقى هاخد جزء الاباقيب دول واروح بيهم البيت واستخدمهم، يبقى استخدام شخصي. الاباب من عند عم عبد العظيم، الاباب وصناعه الاباب، ومن ايام امتى كان موجود الاباب وتصنع عليه الاباب. تعالى نخش على عم عبد العظيم. عم عبد العظيم، كم سنه حضرتك شغال في صناعه الاباقيب؟ بقالي 30 سنه. 30 سنه؟ اه. ابتديت صناعه الاباقيب ولا انت اتعلمتها عن حد؟ كنت بقعد مع اهل المهنه.
الله يرحمه كان جارنا هنا، اما كان تعب كنت بصمر له، بعد كده قال لي خد لستين بيحهم، استمريت بقى فيها بقى. جوز القباب الاسعار بتاعته من كام لكام؟ النهارده ما ينفعش ابيعه اقل من 30 جنيه. 30 جنيه؟ اه. الخشب دون كل نوع مختلف عن التاني في الخشب ولا كله خشب توت؟ كله خشب كاية. كاية؟ كاية. اذا زلخت ما ينفعش فيه؟ لا. سمر. سمر. احنا من هي شجرة الدور ماتت بالابعيد. ازاي بقى؟ اتفرجت انت على الفيلم بتاع انا اتفرجت على الفيلم ناصر صلاح الدين ولا اللي هو شجرة الدر بتاع انتهاء كاريوكا؟ ايوه ايوه لما جت ام منصور وراحت جابت الخدامين وقالت لهم ايه؟ اضربوها بالقباب. أيوة كانت الخناقه ما بينهم ونزلوا في قلب حمام السباحه ومسكوا الابائيب راحوا ضاربين شجرة الدر. ايوه بس انا عايز اقول لك الله يرحمهم بس الله يرحمهم. انا بقول لك على حاجه، انا عايز اجرب عايز اجرب الابائيب دي والبس القباب. انا لحت الجزمه لا مؤاخذه ادي ادي اهو ها وادي اهو. بص مفيش احلى من القباب. طب اقول لك على حاجه احلى قباب والله العظيم جميل. اخد شهاده التقدير. هات فين شهاده التقدير؟ هنا شهاده التقدير. شهاده التقدير هاتها لي. خلي بالك كده الفرسايه حاسب لحظه انت اوعى الضربه تتكسر اللي قدامك دي. هات شهاده التقدير هنا من قدام. الله شهاده التقدير اهي اهي شهاده التقدير بتاعت عم الحاج. طب انا هقول لك على حاجه، انا هجرب كده اهو اهو مال اهو 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 القباب. عارف ايام زمان كانوا يجوا يطلعوا ايه في التلفزيون وايام كيتي وميتي والحاجات دي كانوا يعملوا كده وفيروز والحاجات دي يعملوا الصوت ده اول. كل الحكايه ان انت بدل ما تشتري جزمه اوريجينال او اي ماركه هتيجي تاخد القباب من عند عم عبد العظيم ب 30 جنيه. هات لنا بقى شويه قريب كده عم الحاج عشان ننفع عم عبد العظيم. كان زمان في المناطق الشعبيه ما كانش في مصطلح ان الاسره تسكن في شقه لوحديها، لا كان اغلب كان اغلب او معظم السكن كان عباره عن ربع. الربع ده عباره عن غرف بحمام مشترك، كل اسره بتسكن غرفه. فكان كل كان في كل اوضه او لكل اسره لازم تستخدم القباب، لان القباب دوت كان عباره عن بيعمل ايه؟ بيمتص الميه من الرجل بعد الوضوء، وكمان بيحافظ على الرجل ان يبقى ما فيش رطوبه. احنا بقى المكان بتاعنا هنا فين يا عم عظيم؟ تحت الربع فين؟ احنا هنا تحت الربع. فين بقى؟ هنا هنا المنطقه دي اسمها تحت الربع. طب لسه ما تحت الربع؟ كان في اربع زمان هنا. اه المواعيد هنا من يعتبر من 8 لحد صلاه المغرب. انت في حد بيساعدك؟ مع المساعد ربنا. انا هاخد الابائيب دي هحط منها في المسجد وهاخد كمان منها لبيتي عشان خاطر زي ما هو قال لي الشبشب او القباب ما بيعملش نجاسه. ببعت لكم من قلب تحت الربع اجدع سلام الضرب الاحمر. بالله عليكم تعالوا عند عم عبد العظيم وخدوا منه ابائيب واعملوا خير.